فيما زاد على الفريق أول عبد الفتاح السيسي الشعب إلى إعطاء تفويض لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل. مجموعة من الوثائق المهمة يكشف عنها اللواء عبد الحميد خيرت أحد أهم ضباط أمن الدولة أو الأمن الوطني السابقين. سيدي وصلنا الآن إلى الوثيقة أو الاجتماع الثالث اللي عقدته مجموعات من الأمن. كان فين وإمتى ومين الحضور؟ قبل ما أتكلم على حتة الاجتماع هشير بس الحتة صغيرة جدا إن سيادة الفريق السيسي لعب لعبة كده كرجل مخابرات. اللقاء الثاني ده اللي احنا تناولناه راح ممرره إعلاميا، سرب بعض ما فيه بالظبط كده. وديت كانت رسالة في منتهى الخطورة بالنسبة للتحالف التآمري ده، عايز يقول لهم انا شايفكم. ده شوف بقى حضرتك الكلام اللي هم بيقولوه بقى في الاجتماع، في الاجتماع الثالث. اللقاء الثالث ده عقد في 25/8/2013 ده في واشنطن، وحضروا كل من ممثلين من السي اي اي، ممثلين من الامن القومي الامريكي، ممثلين من المخابرات الانجليزيه، ممثلين من المخابرات الفرنسيه، وممثل عن حلف الناتو. قالوا ايه بقى؟ هذا اللقاء تناول مناقشة تسريب ونشر وسائل الإعلام المصرية خطة الحلف التي تم صياغتها في دار مشتادد، وقد اتفق الحاضرون على الآتي. يعني فكرة التسريب دي هي دي أول نقطة في الاجتماع طبعا، لأن ديت في أولا أن كنتوا مخترقين. يعني لما يبقى الحاضر الاجتماع خمسة من أجهزة أمن على أرفع مستوى وتعرف اللي حصل في الاجتماع الأول والتاني، يبقى ده موضوع خطير. عشان كده قال لك إيه؟ نمرة واحد. إن تسريب معلومات تحمل درجة سر جدا إلى الخصم مسألة أمنية خطيرة، وقد اتفق الجانب البريطاني والفرنسي بالإضافة إلى الطرف الإسرائيلي اتصلوا به على إجراء تحريات على أعلى مستوى وبأسرع ما يمكن للوصول إلى الحقيقة وسد تلك الثغرة. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن القيادة السياسية للحلف بالرغم من التسريبات إلا أنها لم تأمر بوقف تنفيذ البرنامج القائم. ما نشوف بقى كمان، استنوا بقى شوية كده ووقفوا لغاية ما نشوف إيه اللي بيحصل. لا، إلا أنه من الأهمية تخفيض وتيرة العمل الذي كان مقرر إلى أدنى مستوى، أي حصر النشاط بعمليات التخزين والنقل وإصدار التعليمات في هذا الشأن. القصة دلوقتي نستنى وننقل سلاح والحاجات دي كلها، أكتر من كده ما نعملش أي حاجة. وهنا بقى على القيادة المشتركة إعادة النظر في خططها تجاه مصر. فالقيادة السياسية المصرية، شوف بقى الكلمة اللي جاية حضرتك، قد أخذت قرارا مؤلما بنشرها الخطة، فهي تبعث برسالة مفادها أنها قادرة على قراءة أفكارنا وتصوراتنا، مما يعني أنها قادرة على احتواء برامجنا. ولكن السؤال الذي كان يطرح نفسه، لماذا لم يستعملوا الوثيقة لممارسة لعبة التفاوض؟ هل المفاوضات مجدية بنظرهم كما هي مجدية بنظرنا؟ من الواضح أن هناك خطر يواجه الحلف. مردود التسريب اللي حصل على هذا الكلام، تمام، وانك انت دلوقتي بقيت مكشوف، افكارنا مكشوفه، خططاتنا مكشوفه، وعشان كده احنا مش شايفين ان في تقدم لكل الخطط بتاعتنا، لان بيحصل ردود افعال. ليه مش شايفين الطرف المصري الرسمي بيجي يقول لنا طب تعالوا نتكلم انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ لانه لو قال كده يبقى معناه هنخش نتفاوض، طب حديك ايه وتديني، ابتدي اقايده. فهو اساسا اذكى من ان هو ما بيشتكيش، بيقول لك لا انا ما عنديش مشكله، اللي انت عايزه اعمله. ودي الحته الثانيه اللي احنا نربطها بكلمه ان النظام لا يعترف بقراراتنا. الكلمه اللي هي كانت في اللقاء اللي بيقول لك ان ده نظام ما بيعترفش بالقرارات بتاعتنا، مش عارفين نلويه، ولا هو عميل، ولا هو عميل، ولا هو بيهتز قدام. بالظبط كده. قالوا بقى هنا يا حضرتك ايه؟ ان مستوى المعلومات التي يحصلوا عليها عن مصر
وما يجرى فيها غير كافي، وهو الأمر الذي يستوجب مزيد من المعلومات من في بعض المواضيع لإعادة النظر في الخطط المتعلقة بالمنطقة كلها. يعني المعلومات اللي هي بتجيلهم عن مصر مأثرة، هتأثر على الخطة اللي خاصة بالمنطقة كلها. حضرتك على إدارة الحلف إنها تقرر، ودي حتة هنا في منتهى الأهمية حضرتك، اللي هي البديل. على إدارة الحلف أن تقرر ما إذا كانت قادرة على زعزعة النظام في مصر، أم إنها ترغب بإنشاء علاقات جديدة لتحويل مصر بوجهها الجديد إلى إدارة سياسية تابعة للحلف. يعني أنا النهاردة أنا مش هقدر أزعزع النظام ده، طب الحل إيه؟ على الأقل أخليك معايا، أنقله من العميل إلى الصديق. إلى النقطة اللي بعد كده، الاستمرار في تشجيع تحالف الإخوان على الاستمرار في ممارسة العنف وزيادة التوتر في الشارع المصري واستعمال الأداة الإسلامية حتى استنزافها لمواردها. راحوا عاملين تقييم للموقف أو السياسة الداخلية جوه مصر، هم اللي عاملين تقييم. ده تقييم ده أنا عايز برضو أقول عشان نعرف هم مقيمين السياسة الداخلية إزاي. أقر الحاضرون أنهم كانوا يجهلون الوضع الداخلي في مصر بشكل يكاد يكون كاملا، فالمعلومات المستقاة من تحالف الإخوان ومخابرات إسرائيل ومن سفاراتنا بالمنطقة أثبتت عدم فائدتها عند متخذ القرار. المعلومات اللي بيقول لهم ضعيفة وقليلة، وبالتالي متخذ القرار مش عارف ياخد القرار بتاعه. فالنتيجة أن قدرة الإخوان على إدارة البلد كانت أقل بكثير مما نقل لنا. يعني كانوا بيقولوا لنا ان هم عندهم كفاءة معينة وبيدونا هذه المعلومات، لكن طلع ان هي هذه الكفاءة ضعيفة للغاية. اما عادتهم فربما عدد المتعاطفين كبيرا، الا انه من الواضح ان عدد تنظيمهم اقل مما كان ينقل للحلف، وهذا يتعارض مع التقديرات المبالغ فيها التي وصلتنا، وهذا يعني أننا نواجه تنظيما يعجز عن تجنيد العدد الكافي لممارسة العمليات اللوجستية في الميدانية. ده تقييم مخيف جدا لجماعة الإخوان. هم أنه الكم العدد اللي كان بيظهر كان متعاطفين لكن مش أعضاء في مش التنظيم، وبالتالي هم مش قادرين أن هم ينفذوا العمليات اللوجستية الميدانية. حضرتك طول حياتك بتتابع الملف الإخواني، أعضاء التنظيم كام تقريبا في أقصى حالته؟ بص على حضرتك حاجة، اللي احنا نحدد عددهم سهلة جدا. هي الشعبة بتبقى من 50 لـ55 فرد. ده العدد بتاعها. احنا بنيجي نقول مثلا منطقة زي منطقة اسكندرية، منطقة اسكندرية متقسمة لست مناطق، يعني محافظة اسكندرية متقسمة لست مناطق. بنشوف كل منطقة فيها كم شعبة، ونضرب الشعبة في عدد الخمسة وخمسين، ما بنضربش في الخمسين، نضرب في العدد الخمسة وخمسين. فإذا كانت اسكندرية فيها لغاية ما سبتها أنا في 2004 كان فيها في حدود 65 شعبة، أضرب 65 شعبة حضرتك في 55 يعطي لك العدد العناصر بالدقة المنظمة بالدقة دي اللي هم منتظمين. نكمل يا فندم. لقد ثبت على المستوى الأمني أن الشرطة وأجهزة المخابرات المحلية قضت على تنظيم الإخوان والتحالف المرتبط به خلال بضعة أسابيع، بما في ذلك قدرتهم على الحركة في سيناء، وأن القدرة الأمنية التي فاجأت الجميع ترجع إلى الفوضى الواضحة في التركيبة التنظيمية للإخوان. الكل كان حتى احنا كنا حتى المواطن العادي لما جه سيادة الفريق أول فتاح السيسي طلب التفويض، طيب آليات تنفيذ التفويض دي إيه؟ الشرطة. طب الكل كان متخوف ان تكون الشرطة منهكة ولسه مش قادرة في حالة لم تسترد عافيتها والحاجات دي كلها، فازاي النهاردة هتواجه هذا الكلام؟ هي دي كانت النقطة المهمة جدا، وده اللي هم عملوا عليهم تقديراتهم، وده اللي الاخوان قالوه بالنسبة لل. لكن لازم في فرق نفهم تماما اللي انا ازاي اتعاون واتعامل مع عميل
ومع خاين أنا أبقى عارف وإزاي اللي أنا أتعامل مع وطن. أنا لما أكون شرطة رجل أمني وأعرف أن اللي قدامي عميل وخاين فرق, وفي فرق بين اللي أنا يطلب مني أنا ممكن أضحي بحياتي وخبرك من أجل الوطن, لكن لا يمكن أضحي بحياتي من أجل عميل أو أو جاسوس أو خاين. طبعا سيادتك كان فاهم أنا أقصد مين. طبعا إن نتيجة هذه القراءة هي أن عند الإدارة المصرية الجديدة قدرات لم تشر إليها مصادرنا, يعني في قدرات معينة المصادر بتاعتنا لسه ما قلتهاش, وهذه مفاجأة كنا في غنى عنها, وعلينا أن نكلف المختصين بدراسة هذا الموضوع وشرحه بشكل حازم وسريع. أن خطورة الوضع تكمن في قدرة النظام المصري الجديد غير المعروفة على مفاجآتنا ومنافساتنا إلى الدرجة التي قد تقزم أو ربما تلغي تأثير الحلف في بعض دول المنطقة. إن ممكن جدا بالموقف اللي واخداه مصر وبقدرتها على مواجهة هذا الأمر تمام, إن ده يتأثر ويتصدر للدول المحيطة بما يؤثر على سياسة الحلف في المنطقة. هنا برضو أخبر حضرتك اتكلموا على موقفين في اتكلموا على موقف الكنيسة وموقف الأزهر. أنا عايز أقول حضرتك إن بيقول لك هنا إن إحنا إن الإخوان نجحت في استعداء الكنائس, وده أمر إحنا نتفهمه, لكن لا نتفهم استعداء الأزهر. خبر حضرتك لأن الواضح تماما حضرتك إن اللي حصل في الأزهر وفي الشغل اللي حصل في المدينة الجامعية وهذا التهريج ده إن الأزهر مستهدف, الناس ديت الإخوان مستهدفة الأزهر, وإن النهاردة أنت بتقدم رسالة للعالم إن الأزهر مفرخة إرهاب. لما أشوف العيال طلبة المدينة الجامعية بيشيلوا السيوف وبيضربوا الخراطيش, ولاقي البنات اللي هي الطالبات ماسكين طوب وعملين بالمنظر السيء اللي ضربوا المدرسات والحاجات دي كلها بتاعين ده, انت عايز تقول للعالم الإسلامي ايه؟ ده بكرة بتاعكم, هو ده هي دي الشاب, ده الجيل اللي حيمسك الأزهر واللي حيمثل الأزهر. هل العالم الإسلامي يثق فيك كأزهر؟ عمره ما حيثق فيك كأزهر الحاجات دي كلها. إذن انت هنا مستهدف وتقصد هذا, يعني تشويه الأزهر من خلال أبناء الأزهر مطلوب, وده كان ده هنا ده المطلوب بتاعه. طبعا ده حضرتك ما جاء في اللقاء الثالث, ولازم نعرف بقى حضرتك نترجم هذا الكلام لواقع. إزاي سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي استوعب الموضوع ده كله وفهمه وتعامل على أساسه؟ كل ما في الأمر أن هذه المعلومات كانت أمام سيادته, وكان معاه تقدير موقف لكل المخاطر اللي حواليه الحاجات كلها, فابتدى يحط الخطة بتاعته لإزاي نواجه الكلام ده كده. فيبقى الدرس المستفاد أن لما يكون عندك قدرة معلومات قوية تستطيع أنك أنت بإرادة قوية وبفهم دقيق لهذه المعلومات أنك تتخذ القرارات المضادة للمؤامرة اللي بتتعمل عليك. بالظبط, وده يجرنا لحديث آخر اللي أنت حضرتك قلته في الأول, أن يا جماعة أن أجهزة المعلومات ما تدمرهاش, ممكن اختلف مع النظام زي ما انت عايز, لكن يفضل اجهزة المعلومات مهمة. لان حضرتك عمرك ما هتاخد قرار سليم الا اذا كان عندك معلومات في وضوح رؤية, وضوح الرؤية ده من خلال زي بنك الدم بتاع المستشفى, غير الادارة لكن ما تاخدش بنك الدم وترمي في الشارع. تمام كده تمام, عاجبك مستشفى غير الادارة,
لكن بنك الدم والصيدلية والشاش والمواد الطبية ده لازم يفضل موجود. طيب. الحاجة التانية حضرتك ان المعلومات اجبرت الولايات المتحدة الامريكية او ايران او روسيا، اجبرت الولايات المتحدة الامريكية انها ما توجهش ضربة عسكرية لسوريا، بالرغم ان عدم توجيه الضربة العسكرية لسوريا عمل زعل ووجع دماغ واختلافات في المصالح لبعض الدول التي كانت تريد وترغب في ضرب ضرب سوريا. نظام بشار. نظام بشار. تمام حضرتك؟ يعني شوف قوة المعلومات تخلي دولة عظمى تنصاع لك. أول حاجة لما بقت الكلام ده بقى قدامه. قدام سيادة الفريق. راح طالب تفويض الشعب لان عرف ان المهمه صعبه جدا وان احنا مش بنواجه بؤره تنظيميه وشويه عيال متخبيه في مكان هنروح نجيبهم تعالى، لا دي اجهزه مخابرات. وعارف بقى هو بيواجه ادوات على الارض لكن امتداداتها في الخارج. صدق. بيواجه بره وبيواجه جوه. ويعلم تماما ان 30/6 ضيعت المخطط الامريكاني في المنطقة. واعلم تماما ان العدو الحقيقي اللي بيلعب في هي الامريكان. عدوي دلوقتي هو الامريكان. ولازم يفهمين هذه القصة. لازم يكون العدو اسرائيل. لا. عشان نبقى محددين الادارة. لا مش الامريكان مش بتكلم كشعب. الاداره. لا انا بتكلم كاداره. الاداره الامريكيه. طب الشعب الامريكي لو يعلم تماما، وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش هو ده اللي هم حتى قايلين في الوثيقه انه الامريكان مش منتبهين ولا الاوروبيين لان هم منكفئين على مشاكلهم الداخليه ولن يقبلوا ولن يتعاملوا مع القاعده. ان اداره اوباما تتعامل مع القاعده لن يقبل الشعب الامريكي هذه الحاجات دي كلها. فهو ده اللي فراح طالب لك نطلب تفويض الشعب المصري. يعني اطلب تفويض الشعب المصري؟ انا عارف تماما اللي انا حواجه عنف وحواجه عنف قوي جدا وممكن اوصل لقرارات استثنائيه. بالظبط. وحظر التجول لفتره طويله. بالظبط. وده اللي خلى المصريين صابرين على حظر التجول وملتزمين به. الله صح. وانا اعتقد تماما اللي انا بعد ان شاء الله بعد الشعب ما بيعرف الحقائق ويعرف الحقيقه ازاي، لابد ان هو كل موقف تاني هيتغير. حتى المفترض تماما ان شباب الاخوان حتى لو كنت انت مقدم بيعه ما تلغيش عقلك لهذه الدرجه لانك انت تشوف قيد. ما انت مقدمها البيعه لقائد وطني يعني في النهاية، لكن لما يكون القائد باعك للخارج لأجل مصالح خاصة يبقى البيعة دي يجب أن تراجع وأنك تسحبها. طب لما تكتشف بقى أن القيادة بتاعتك اللي أنت بايعتها بتتآمر على البلد وبتتآمر على الشعب المصري مع إسرائيل ومع إسرائيل، أنت فين عقلك هنا؟ فين وطنيتك هنا؟ أي نعم أنت يعني قصة أنك أنت ما أنتش متربي على الوطن. تمام؟ الكلام ده اشرح النقطه دي لو سمحت فندم. فكره الوطن في فكر الاخوان تيجي ازاي؟ يعني هو حضرتك الجماعه حته ان يبقى فيه هي لها مفهوم الخلافه. والخلافه دي حضرتك ملهاش لا حدود ولا لها محدده بتقسيمات دوليه او دول او جغرافيا او جغرافيا. لا 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 لا، انا النهارده تمام مفيش حاجة اسمها حدود بيني وبين السودان، مفيش حاجة اسمها حدود بيني وبين غزة في الأمة. بالظبط كده. الأمة الإسلامية اللي هي منتشرة في كل العالم. بالظبط كده. كافة أصقاع الأرض. وهو ده اللي قالها حجازي. مش عارف ايه الخلافة الإسلامية هيكون عاصمتها ليست مصر ولا مكة ولكن ستكون عاصمتها القدس. لكن اللي انا ارتبط هو ليه؟ معلش حضرتك، يعني احنا في تاريخنا في سن الواحد لحد دلوقتي اول مره اشوف ان العلم المصري من شعب مصري بيتحرق ويتداس بالجزمه من جماعه الاخوان. هو العلم المصري ده رمز ايه؟ ما رمز الوطن.
هو أنت حضرتك النهاردة لما يجي يصف الشعب المصري إن هو عبيد البيادة، يعني معنى كده أنك أنت بتكفرني، أنا بعبد البيادة، يعني أنا اللي بدل الحذاء العسكري. طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هل شو عمرك شفت حضرتك مجند بيبوس إيد قائد؟ لا. لكن شفت الإخوان بتبوس إيد المرشد؟ صح. طبعا دي ملحوظة، دي ملحوظة مهمة على فهم. هل عمرك شفت مجند حضرتك بيلبس القائد الجزمة؟ لا. شفت أخ بالك المرشد هو بيطلع من المسجد وبيلبس الجزمة؟ هل شفت قائد وهو بيصلي في المسجد موقف ناس حواليه يحموه؟ شفنا السيسي، وهو شفنا اسمه محمد مرسي وهو في المسجد بقى الناس حواليه. هل شفت قائد راح الكعبة عشان راح مكة أو السعودية عشان يعمل عمرة ولقيت ناس حضرتك زي بديع محاوطينه في المدينة بحراسة جامدة جدا والمسجد فاضي عايزين يحدوا يقولوا ان في شخصية هامة موجودة هنا طلب العزة في السعودية فأزله الله؟ يبقى مين هم العبيد؟ مين العبيد؟ مين اللي بيبوس الايد ومين اللي بيلبس الجزمة؟ ما شفناش الا من الاخوان، احنا كنا بنبوس ايد ابهاتنا بس ده احتراما وتقديرا وتربية بس ابهاتنا، لكن ما شفناش حد بيلبس الجزمة وما فيش حد بيبوس الإيد وما حدش بيكون مقلل من قيمته وكرامته والحاجات دي كلها إلا مع الإخوان. إذن عشان نختم هذا الحوار، قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بني على معلومات الحصول عليها كان يعتبر نصر كبير لأجهزة المعلومات المصرية، وبني على معلومات صحيحة ودقيقة وخطيرة، وكان من الممكن إن لم يتم التعامل على مستوى الحدث إنه كانت البلاد والعباد يكونون في خراب ودمار شديدين. عشان كده أقول لحضرتك حاجة، الميزة اللي موجودة اللي احنا محتاجين إنسان عنده القدرة إن يكون صاحب قرار، وأنا أعتقد تماما إن أي واحد لا يتمتع بهذا الأمر في ظل هذه المعطيات اللي قدامه وهذا الزخم من التآمر اللي عليه كان يخشى إن هو ياخد قرارات زي كده، لكن أن يكون هناك شخص بهذه القدرة إنه يتخذ قرار مواجهة مع، أنا بعتبر حضرتك مواجهة مع قوة ال 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 يعني، كان هو ما كانش بيواجه عصابات الإرهاب في الداخل، ولكن كان بيواجه قوة إقليمية ودولية أضخم مما يعتقد الإنسان وأجهزة استخبارات كبرى ومال سياسي بلا حدود. هنا حضرتك بيخلينا مطلوبة تمام إن الشعب لما يفهم الحقائق لازم يكون هنا له دور تاني. يعني انا مش عايز اقول حضرتك ان، ودي من خلال التجربه اللي تعمل، انا بطلب من الناس انها تنزل يوم 25 بطلبها نزول الناس يوم 25 هيحد من اي تآمرات ممكن تكون موجوده، ونزول الناس يوم 25 حضرتك هي بيعة خبالك للسياسة المصرية أو والسيادة الوطنية والاستقلال. والسيادة الوطنية والاستقلال. سيدي للأسف الوقت انتهى، بشكرك شكر جزيل على وقتك والمعلومات اللي صدرت بها والتحليل القيم اللي حضرتك قدمته لنا. شكرا لحضرتك. في نهاية هذه الحلقة بنقول لحضرتك وتصبح على خير، ولا يحفظ الله مصر من كل سوء. يوم السبت حلقة مهمة جدا، يعني انقلاب
يعني إيه ثورة. اثنين من أكبر المحللين الاجتماع السياسي الدكتور سعد الدين إبراهيم والأستاذ سيد ياسين يقولون يعني إيه انقلاب ويعني إيه ثورة يوم السبت الساعة 11:30 بإذن الله.